أهلا وسهلا زبائننا الكرام، اليوم نشرح لكم آلية عمل وربط جهاز الحماية الذكي واي فاي 30 أمبير من أسوار. بالبداية نسوي تسجيل حساب جديد بكتابة رقم الهاتف ووضع كلمة السر الجديدة، وبعدها نختار أجهزتي ثم إضافة جهاز، وبعدها نضغط على الأزرار الثلاثة الموجودة في جهاز الحماية لمدة 3 ثواني لإعادة الجهاز إلى الوضع الافتراضي، ثم نضغط على الزر الأول والثالث لمدة 3 ثواني لتشغيل واي فاي. من الموبايل نفتح الواي فاي حتى نتصل بالجهاز. ملاحظة، اسم الجهاز يبدي بكلمة أسوار. بعدها نرجع للبرنامج ونضغط التالي. من داخل الجهاز نختار شبكة الواي فاي الخاصة بالمنزل، ونخلي اسم لجهاز الحماية داخل التطبيق. وبعدها ندخل كلمة المرور لشبكة الواي فاي الخاصة بالمنزل. نضغط على إعداد وبعدها نضغط على إضافة. هسا ندخل على أجهزتي ونختار الجهاز اللي ضفناه. من هنا نقدر نتحكم بتشغيل وإطفاء الجهاز عن طريق التطبيق. وكذلك نقدر نستعمل هاي الخاصية من أي مكان خارج المنزل عن طريق الإنترنت، وكذلك التحكم بوقت الانتظار وفولتية القطع الواطئ. لهنا وانتهى الفيديو، انتظرونا بفيديوهات أخرى.